محمد بركات كان مفاجأة، نجم طبعاً، مفيش انفصال عليه، شخصيته وخفة دمه وأداؤه وعطاؤه نجاحاته كلاعب، لكنه ما كانش حد كان يتصور أن بركات يبقى مدير كورة سواء في نادي أو منتخب، لأنه نفسه كان بعد شوية. أسرار اختيار بركات والدنيا ماشية معاه إزاي في المنتخب؟ بركات أنا ضحكت، أنا أول ما قلت بركات أنت ضحكت، لأن أنا بركات أنا بعزه جدا 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 يعني، وقريب ليا وقريب، عايز أقول قريب لقلبي يعني فعلا، لأني بحبه فعلا جدا. وفي نفس الوقت بركات هو لاعب كان قريب مني، وفي نفس الوقت يمكن كان في وقت بيبقى في مناوشات وتحفيز وتحفيز طبعًا. لا مش من خلافات طبعا اكيد طبعًا. وتحفيز وقت ويعني في يمكن انا سر بقوله ان في بعض الاوقات ان بركات كان بيبقى زعلان ومتضايق ومنفعل، انا بفتكر ان هو كان بركات انفعاله وزعله ده في الوقت اللي ما كنتش انا مدير فني، كان بيبقى معايا انا كلامه واسراره وساعات ما كان بيبقى ليه وجهات نظر او قرارات بتتقال لي انا، وانا ابتدي اتناول الموضوع، اتناوله باقناعه وتهدئته، وفي نفس الوقت اصل للنقطه اللي انا عاوز اوصل لها بالتهدئه طبعا، لان لازم اوصل في النهايه ان كل اللعيبه تبقى مستقره نفسيا، وفي نفس الوقت كنت بهيئ الجو للمدير الفني كان وقتها جوزيه. ففي اوقات كان بركات انفعالاته دي كانت بتبقى معايا انا، فبالتالي دي كانت بتحسس ان انا قريب منه، لان لو انا مش قريب منه انفعالاته او كلامه او تصريحاته مش هتبقى معايا، كانت هتبقى من ورايا او كده. فبالتالي هي مش عليا، لكن بشكل عام على الجو طبيعي ولعبت الكوره فكانت بتبقى معايا، فده كان بيحسسني ان انا قريب للبركات. وفي نفس الوقت عاوز اقول لما انتقلت للمرحله الحاليه اللي احنا فيها وجدت انسان بيجتهد جدا يا كابتن شوبير، فعلا جدا 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 بيجتهد جدا. على المستوى التاني اكتشفت حاجة أنا مستغرب إن أنا ما اكتشفتهاش، إن بركات طيب جدا يعني. لا ما هو طيب، بس أنا كنت بقوله يعني بركات من نوع المشاغب شوية فاهم. لا ده طيب جدا يعني، طيب جدا، إنسان طيب جدا جدا جدا، ده شيء بيسعدني بالعكس. بيسعدني وأنا بحب النوعية دي، لأن دي بتبقى شفافة واضح. فبركات طيب جدا جدا وبيجتهد بشكل كبير جدا جدا جدا. وفي نفس الوقت انا بقول يعني انا سعيد ان بركات في المكان ده معايا، لانه بيساعدني بشكل كبير جدا. طيب ده